هذا الشكل الاحتجاجي كيجي في إطار سلسلة الأشكال الاحتجاجية اللي دعا لها التنسيق القطاعي وكذلك التنسيقية الموحدة والتنسيقية الثانوية التأهيلي. اليوم كيجي هذا الإنزال أمام المحاكم ردا على المحاكمات السورية اللي كيتعرضوا لها الأساتذة والأستاذات اليوم في المحكمة السورية بالرباط، ليس لشيء إلا لنزولهم للشوارع من أجل المطالبة بالكرامة أولا، ومن أجل المطالبة برفع هذا الحيف ورفع هذا الظلم ورفع هذا القهر على هذا القطاع الحيوي الحساس، قطاع التعليم. هذه الحكومة حكومة الرأس المال، حكومة العصابة كما كيسميوها حكومة أخ النوش. هذه العصابة هذه الخائنة لجميع الشعب المغربي أولا، والخائنة لنساء ورجال التعليم خاصة. هذه الخيانة التي تمت كذلك بمباركة خيانة النقابات التعليمية، نقولها بعلو الصوت، لأن اليوم كتشوفوا نساء ورجال التعليم خارجين للشارع. هذيك الحوارات المغشوشة والتسويف وسلسلة الحوارات اللي أكثر من 7 سنوات ونحن في الشارع، اتفاقيات تم إبرامها أكثر من 20 سنة، اليوم معنا الناس خرجوا للتقاعد ومازال معنا في الشارع نتيجة عدم الوفاء بالقرارات المبرمة. هذه الحكومة أكثر ما يقال عنها بأنها حكومة خائنة و تبحث عمن يبارك خيانتها. واليوم النقابات الدور ديالها كما كنعرفوه التاريخي هو المرافعة على نساء ورجال التعليم، خصها تكون اليوم جنبا إلى جنب مع رجل التعليم، لكن للأسف هي اللي ولات كتشرح القرارات ديال الحكومة. الحوار اللي كان البارح مع أخ النوش، لا شيء قدم جديد، هناك لغة الإنشاء، لغة الحوار، نريد شيئا في الواقع. التجميد ليس بمصطلح قانوني، عندنا اما السحب او الالغاء. تجميدوا في الثلاجه باش نهار يسخنوا هاد الناس نخرجوه، نهار يبردوا هاد الناس ردوه، هذا اللعب. هادو نساء ورجال التعليم، هذا قطاع حيوي حساس. 7 الاسابيع والتلاميذ في الهدر ديال المدرسي اللي كنحملوا المسؤوليه ديالو للوزاره، لان التلميذ اليوم هو موظف الغد. هاد التلميذ اليوم الا ما رفعناش نحو الحقوق ديالو كاساتذه اللي كنقراوها لداخل الاقسام، شكون اللي غيترافع عليه؟ هو غادي يلومك غدا، غايقول لك انت اللي سمحتي في الوظيفه العموميه. الاجندات الخارجيه اللي كيقول عليها وهبي، هذاك الوزير هذاك الذي اقل ما يقال عنه انه وزير اللي وظف العائله ديالو وظف الناس ديالو، يتحدث بصفه اسم رئيس الدوله وكيقول لك لي يد الدوله. انت ماشي رئيس الدوله، رئيس الدوله هو الملك، انت عضو في حكومه اخ النوش، عضو في الحكومه الخائنه. قول لي يد حكومة، لا ذراع الحكومة اللي الوهلة هو صندوق النقد الدولي. الأجندات الخارجية هي صندوق النقد الدولي، القرارات ديال صندوق النقد الدولي. أما الأساتذة الشرفاء يرافعون على حقوق ديالهم في الشوارع، يقمعون، يسحلون، يضربون، يحاكمون. أمك أنت راه بين الوضع ديالك، كنت في يوم من الأيام صدر في حقك قرار ديال المجلس التأديبي ديال هيئة المحامين، الشوهة ديال المباراة ديال المحامين اللي دخلتي لها الأسرة والعائلة ديالك، الشوهة ديالك اللي كنتي كتقري ولادك لا تعترفوا بالنظام التدريس في المغرب. لذلك هاد الناس خصهم يمشيوا يراجعوا نفوسهم ويقدموا اعتذار رسمي للشغيلة التعليمية ويدخل السوق راسه شوية. تم الاقتطاع من أجور الأساتذة وتم تطبيق المسطرة، وللأسف هذيك الاجور خصها تسترجع مدة 7 سنوات ويتم الاقتطاع من اجورنا على هزالتها. هذيك اموال مسروقه لان ما كاين سند قانوني ديال الاقتطاع، وعوض مرافعه النقابات وعدم القبول بهذا ومطالبتهم بارجاع، مازال كيقول لهم رئيس الحكومه الشهر المقبل سنناقش هذا الامر هذا. بالتالي والنقابات خارجه كتشرح في المسطره اللي هي غير قانونيه اصلا. النقابات خانت الشغيله التعليميه، نقابات خائنه لا نعترف بها، ما عندها غير الكراسي، ما عنده حتى شي حاجه، والدليل على هذا هم الناس في الشارع.
حكومة ولا عصابة. Yeah.